إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذا شعرت يوما أن حياتك في خطر أو أن المرض يهدد صحتك أو كان ابنك بعيدا عنك وقد خشيت عليه من الضياع أو من رفقاء السوء أو أن مالك الذي جمعته قد بات قاب قوسين أو أدنى من التبدد والتلف فاعلم أنك بحاجة إلى أن تعلم أن من أسماء ربك سبحانه الحفيظ وأنه ينبغي عليك أن تجدد إيمانك بهذا الاسم العظيم والوقت مناسب للتأمل والتمعن فهو وحده من بيده مقاليد السماوات والأرض وهو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض نواصي الخلق كلهم بيده هو وحده من يحفظ حياتك ويحفظ صحتك ويحفظ عيالك ويحفظ مالك ويحفظ الكون بأجمعه في توازن وانسجام فلا يضطرب ولا يتداعى كما قال ربنا ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم فاسكن أيها العبد تحت مجاري قدره فهو أعلم بما تستحق وبما يصلحك فإن لم تفعل خبت وخسرت ولم تنل بسخطك شيئا ولم تغير بذلك واقعا عن حاله ولا عن مآله بل ما أبلها وأسقف عقل المتسخط يضرب كفا على كف لا يزيد بسخطه وجزعه إلا بلاء على نفسه فوق بلاء فلا يرجع بشيء إلا بخفي حنين خاسرا بلمين جاء في تفسير السعدي قال الحفيظ هو الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من الوقوع في الذنوب والهلكات ولطف بهم في الحركات والسكنات إليه منتهى الحفظ وما سواه وسائل وأسباب سخرها لك أما تقول في أورادك اليومية اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي تستحفظ الله جهاتك الست أما تقول في صباحك ومسائك سائلا الله حفظ سمعك وبصرك قائلا اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري السمع والبصر هما قنوات العلم والمعرفة هما الحبلان اللذان يصلان العالم الخارجي بعالمك الداخلي ولو فقدتهما صرت في عزلة سوداء مسجونة روحك في جسمك وإذا تخنقك الدنيا بصمتها هب أنه يتأتى لك أن تبيع هذين الحاستين
هل كنت تبيعهما بمئة ألف أو يزيد؟ جل الناس يجيب بالنفي، جل الناس وأكثرهم سيكون جوابه بالنفي، وبذلك يمكنك أن تقدر النعمة التي عندك تقدر بالملايين. قلبك النابض هل تبيعه لو عرض عليك عرض بمليون أو ملايين؟ لا، فقدر ما عندك من النعم. يقول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. هل عرفت الحفيظ؟ من هو الحفيظ وما معنى حفظه؟ أم أعرفك به أكثر؟ هو الذي يحفظ سمعك حالما عنك، وأنت تستعمل هذه النعمة العظمى في سماع ما حرمه عليك من الخنا والزور والباطل. وهو الذي يديم عليك بصرك الذي تغتصبه في النظر المحرم. أسميه اغتصابا لأنه لم يخلق لهذا. وهو الذي يحفظ دينك الذي تناجيه في السجود به. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. والهداية من الله فضل وعدل، بينما الإضلال عدل وحكمة. أرأيت لو منعك شيئا هو له، هو ملكه، أكان ظالما لك؟ لا ريب لم يظلم. والهداية شيء هو له، يضعه في مواضعه على وفق حكمته وعدله وفضله. ولو خل بينك وبين نفسك لزغت وتهت، ونهشتك الشبهات وخلبتك الشهوات. الحفيظ هو الذي يحفظ دينك إن كان محفوظاً، لا مجموعة المعلومات في رأسك. لا تغتر بعلمك ولا بحفظك لكتاب الله ولا باستظهار شيء من سنة النبي المختار، والله ستزيغ إن لم يحفظ دينك. وهو الذي يحفظ الحياة، لذا نستودعه أحبتنا إذا فارقناهم قائلين: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. كل حادث ينجو منه صاحبه وراءه حفيظ أنجاه منه. نتذكر فائدة مانع الانزلاق، وفائدة كابح السرعة، وفائدة البالون الواقي، وفائدة حزام الأمان، وننسى الله. وأذكر بتجربة، أذكركم بتجربة شخصية ليس ببعيد عني، أني تعرضت لحادثة قبل أسابيع، وما أذكر ذلك إلا للعبرة وتحديثا بنعمة الله. اصطدمت بسرعة وقوة بصخرة في منحدر واد، ابتداء بالرأس ثم علقت تحت الصخرة. والله في الوقت كنت أظن ومن حولي أني ميت أو مشلول على أقل الأحوال. وما هي إلا أيام وأنا قائم على رجلي ولا أثر بعد عين، وما زلت أتعجب أنه لم ينكسر لي عظم ولا حدثت جراحات خطيرة، مع أن السياق واللحاق والصورة والحدث كل ذلك يقتضي أمراً آخر. حتى قال لي أحد الأطباء، قال: إنك في حظك السيء محظوظ. فهي تصرفات الرب تعالى فوق التقديرات ودون الخطط والتوقعات. لا يغني حذر من قدر، ولا قدر خاضع لحذر. وما أجمل قول القائل: ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن وصلنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. أتعلم أنه يحفظك في كل لحظة، بل يحفظك في كل لحظة مئات المرات. كيف هذا؟ في هذه اللحظة التي تسمع كلامي حفظ قلبك من التوقف، وشرايينك من الانسداد، وعقلك من الخبال، وكليتيك من الفشل، وأعصابك من التلف، ورأسك من الصداع،
ومعدتك من القرحة، وأمعاءك من التهاب القولون، وأعضاءك من الشلل، وعينيك من العمى، وسمعك من الصمم، ولسانك من الخرس، وفوق ذلك كثير. ولاسمه الحفيظ مع كل خلق، مع كل مخلوقاته قصة، فهو لا يخلق خلقه ثم يتركهم، بل يمدهم بالسلاح الذي يواجهون به مفاجآت الحياة. يعطي كل مخلوق سيفه الخاص ليخوض به حرب الحياة. يحفظ بعض الحيوانات بقدرتها على الجري السريع كالغزال والأرنب. في نوع من الغزال يجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة. ويحفظ بعضها بقرون تبقر بها بطن من يفترسها أو يقترب منها، مثل وحيد القرن والجاموس. ويحفظ بعضها بضخامة جثته فتدكدك أعداءها بثقل جسمها، مثل الفيل والدب. وبعضها يجعل سلاحها الذي يحفظها به صعقة كهربائية تصيب به من يلمسها، مثل الأنقليس الرعاد. وبعض الكائنات يحفظها بسموم أودعها في جسمها، كالثعابين والعقارب. ويحفظ الحرباء بأن جعلها قادرة على التلون، وبعضها بالطيران، وأخرى بالمراوغة أو التسلق. ومن حفظه تعالى ما ذكره في قوله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وعليك أن تفهم شيئا، وهو أن الله علل الدفاع عنهم بالإيمان. الذين آمنوا، هذه جملة في قوة المشتق، كأنه يقول: إن الله يدافع عن المؤمنين. ومعلوم لدى أهل الخبرة أن تعليق الحكم بالمشتق يفيد عليته. وبعبارة أخرى، دافع عنهم لقيامهم بالإيمان الكامل، علما واعتقادا وعملا وسلوكا. ومنه تعرف سبب الهزمات المتوالية التي مني بها أهل الإسلام. بل هؤلاء الذين تحققوا بصفة الإيمان لم ينالوا الدفاع عنهم فحسب، بل الحرب على عدوهم، كما جاء في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولهذا لا يصح السؤال من يقول: أين الله مما يحدث للمسلمين؟ بل السؤال: أين المسلمون طيلة السنين؟ وما جاء ذكر الرب على بالهم إلا لما ابتلاهم. يتجمع مشرك قريش حول غار حراء، حول غار فيه رجلان، ليس غار حراء، محمد خير البرية وأبو بكر الصديق. الإغراءات المالية تدفعهم لقتلهم، وزد إلى ذلك الأحقاد الدفينة والرغبة في حوزة وسام الظفر بأهم الشخصية في تلك الحقبة. يتسلل الخوف إلى فؤاد أبي بكر، فينظر إليه صاحبه العظيم فيقول: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر، لا تظن أننا اثنين فقط، بل نحن ثلاثة. وهنا تشتت الخوف، تشتتت المخاوف، خالفا أمنا وثقة. وإذا العناية لاحظتك عيونها، نم فالمخاوف كلهن أمان. ومن غريب لطفه سبحانه أنه قد يحفظك بأعدائك. ألم يحفظ موسى بفرعون؟ وجعل من يوسف عظيما، وكان بدء قصته أن ألقي في الجب. يقال إن لصا دخل البيت وأراد أن يسرق متاعه في إحدى الغرف، وكان فيها طفل وأبواه، يعني في تلك الغرفة المقصودة. فتسلل إلى الغرفة وحمل الطفل ونقله إلى غرفة أخرى حتى يصرخ الطفل ويخرج بذلك بهذه الحيلة أبويه من الغرفة المقصودة. استيقظ الأبوان مندهشين يبحثون عن مكان الصوت، صوت الطفل. فدخل اللص في الغرفة حين خرج الأبوان، وإذا بالسقف ينهار عليه
حاق عليه المكر السيء وحفظ الله بذلك الأسرة من الموت. ومن أعظم أسباب تحصيل حفظ الله الحفيظ أن تحفظه أنت. من أعظم وسائل تحصيل حفظ الله أن تحفظه أنت وأن تتعرف إليه في الرخاء. اسمع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الغلام اليافع ابن عباس، حيث يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.